يا رب، انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت في وجوهنا الأبواب إلا بابك. يا رب، عبيدك سوانا كثير، أما نحن فليس لنا رب سواك. فإن تعذبنا فنحن نستحق ذلك، وإن تغفر لنا وترحمنا فأنت أهل ذلك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب، لا براءة لنا فنعتذر، ولا قوة لنا فننتصر، ولكننا عبادك الفقراء المساكين نتذلل إليك ونلجأ إليك. صمنا من أجل أن نرضيك، وننتظر أن نفطر الآن والأمر بيديك. فاعف عنا وارض عنا واغفر لنا وارحمنا وسامحنا على ما مضى وفات، فأنت الغفور الرحيم. يا رب، لا عذر لنا، فإن غفرت فأنت الغفور الرحيم، وإلا فالحق لك. ولكنك تقول: إن رحمتي سبقت غضبي. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.